حاضر بس كتير قوي يا جماعه الاضاءه الحب كنت عايز اعرف مين ايه الاسباب اللي لقيتها في عز الدور اللي خلتك تتحمس ان انت تيجي مصر وتعمل الفيلم ده بالتحديد، وهل كان اتعرض عليك سيناريوهات تانية؟ وليه رفضتها؟ انا اول حاجه ببص عليها الشخصيه اللي انا هلعبها والحكايه طبعا، بس الشخصيه وعجبتني قوي شخصيه حمزه، وهو انا وهو يعني في حاجات كتير زي بعض، هو برضو يعني ما اعرفش اقدر اقول كده ولا لا، بس هو يعني اتولد في مصر وساب مصر وبعدين رجع زي برضو، فدي كانت حاجه برضو حبيتها في الشخصيه. وطبعا يعني الفنانين اللي جنبي هنا مرقص، طبعا شفت له حاجات وانا حسيت اللي هو من الشباب اللي شاطرين قوي وطالعين هنا. انا ببص طبعا على حاجات معينه، يمكن هنا في مصر ما تبصوش على حاجات، بس انا ببص على حاجات معينه. وطبعا هنا ومرنا ومحمود ويعني الشباب كلهم، احنا كده يعني كلنا صغيرين ما شاء الله، وهنشتغل في الفيلم ده مع بعض، وانا حابب كده يعني ان احنا نطلع مع بعض ونعمل فيلم ونعمل شغل كويس. ناخد كمان سؤالين او ثلاثه لو شفتوا حتى، انا عشان الاضاءه فعلا فعلاها مش بص. زهيبه اتفضلي. هبه محمد علي مجله روزا اليوسف. ببارك لهم على الفيلم في الاول. انا عارفه طبعا ان حضرتك بتعمل حاجه لنتفليكس دلوقتي، فمش عارفه اذا كان في تعارض في اوقات التصوير او انت مظبطها ازاي، وكمان عايزين نعرف من المخطط ان الفيلم ده يكون في دور العرض امتى، يعني انتم مجهزين ده على السنه 2021 ولا لسه مش مخطط انه ينزل امتى؟ اتفضل يا استاذ عادل. لا هو ان شاء الله يعني مفيش اي تعارض، احنا عاملين بلان من بدري، عارفين مين عنده حاجات هيصورها، واحنا حاطين يعني خطه الى حد كبير جدا يعني ان ما يبقاش في تعارض ما بين الشغل في مصر فيلم عز الدور والفيلم بتاع مينا. بالنسبه بقى انه ينزل 2021 ده اكيد ان شاء الله، ده تارجت، واحنا ان شاء الله هنصور خلال فتره ما تزيدش عن شهر، هنبدا تصوير ان شاء الله. محمد عز الاكشن جامد جدا، في اي مواجهات ما بينكم ولا في مواجهات؟ كريم هيزعل كده، انت بتحرق الاحداث على بنكوشو. ممكن جاهز نوزع سكريبت، يلا بينا نقدر براحتهم، لو عجبهم يدخلوا الفيلم او نغير القصه. ما كانش في مواجهه من عز ولينا عادي. انا عايز اسال الاستاذ مرقص، يعني شايفين هنا الزاهد مستوى جمال عالي، انت بتارجت مستوى جمال معين في الفيلم ده؟ لا صدقني هي جت كده يعني. هي ربنا رزق يعني الحمد لله. انا عايز اسالك حاجه، هو في ممثلين في مصر مش جمال؟ الله الله الله. مش بقول لك مينا مصري اصلي. من الحاجات المهمه في الفيلم في اختيار الكاست وفريق العمل كله، اولا فريق العمل اللي قدام واللي ورا الكاميرا، احنا معانا المهندس عبد الحمدي عبد الرحمن، مهندس الديكور من اهم الناس المختلفه في مجالها، معانا الاستاذه ملاك زهر فكار ستايلست، معانا الاستاذ مجيد صبحي المنتج الفني بالتيم بتاعه، يعني معانا اسامي كلها ورا الكاميرا، مش عايز انسى حد طبعا، اسامي كلها يعني استاذ محمود سليم مخرج منفذ، الاساتذه كلها اللي ورا الكاميرا اختياراتهم كانت تليق بالفيلم، بندور على حد يعني يمكن كل حد من دول اسم كبير في مجاله، يعني استاذ نبيل صبحي يعني كل دول اسم كمنتج فني كستايلست كمنتج ديكور كاي حد في